أحسن الله إليكم إبراهيم رافع إبراهيم من الجزائر، يقول ذكر بعض الوعاظ حديثا ويقول فيه بأن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة تولى الله قبض الروح في يده. إذا كان هذا الحديث صحيح أرجو التوضيح في هذا المسألة. هذا غير صحيح، ولكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي بعد كل فريضة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قراءة آية الكرسي دور الصلاة أنها سبب لدخول الجنة. نعم.